تجاوزنا التحديات والصعوبات بكل أشكالها، فالسيدة الأردنية تثبت للعالم أنها قادرة على تخطي المصاعب وتجاوز العقبات. مجموعة من السيدات الأردنيات نقلنا تجاربهن من مؤتمر شيرو الذي أقيم تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن. النساء البطلات، النساء القادرات على إحداث التغيير، النساء الرياديات، النساء اللي على اتصال بوطنهم، عندهم فهم حقيقي للواقع، ولكنهن يعملن بشكل دائم ومستمر من أجل الابتكار والإبداع بعقلية مبدعة ومبتكرة من أجل إيجاد البدائل الأفضل لهذا الواقع. كان في حوار جميل، صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية قدمت كلمة ملهمة لهالصبايا وللشباب أيضا الموجودين حول أهمية الريادة والإبداع، أهمية التفكير بطريقة بدائلية. وبعدين الحوار اللي كان مع مجموعة من النساء الأردنيات المتميزات. هذا النشاط جاء بالتنظيم من نادي دارت في جامعة الأميرة سمية ومركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لتسليط الضوء على إنجازات المرأة الأردنية في شتى المجالات، وهذا طبعا من ضمن أسبوع الريادة العالمي بنسخته 13 في الأردن والرابع عشر عالميا. الحديث تعدد من شخص إلى آخر في جلسات أقرب إلى أسلوب تعليمي يتم بناؤه على الاستقلالية وعلى الحرية في التفكير بشكل عام. المؤتمر أجى باسم شيرو اللي هو تأنيث لمصطلح هيرو أو البطل. الفكرة منه أنه نحاول يكون مصدر إلهام للصبايا والشابات أنه يحسوا حالهم أنهم ممكن يشوفوا سيدات بطلات على أرض الواقع. كان عندنا اليوم جلسة حوارية أنا أدرتها مع سيدات قادوا بمجالات مختلفة، من معالي ست هيفا النجار وزيرة الثقافة، ست ديما بيبي مديرة إنجاز، ست فالنتينا مؤسسة شومان، أو ست تمار عبد الجابر برضو عندها يعني مؤسستها بتساعد السيدات في الريادة. حاولنا نفهم منهم هم كيف توصلوا للإشي اللي هم فيه. كانت الفكرة الموضوع إنه ما نحسس الصبايا والشابات إنه الوحدة تكون بطلة بهذا المفهوم إشي تعجيزي. إيش بيتطلب؟ يعني بيتطلب جزء من المرونة. سمعنا عن أشياء زي أهمية التواضع، أهمية العمل التطوعي، إنه إحنا مرات كيف نخلق فرص لحالنا مش بس بالتعليم وبالجامعة وإنه نقدم لوظيفة، ممكن العمل التطوعي يسقل شخصيتنا، يفتح لنا باب تشبيك مع ناس، يفتح لنا فرصة عمل مدفوعة. احنا عملنا منشارك في مؤتمر خلينا نحكي الريادة العالمي، أسبوع الريادة العالمي، وهو مخصص خلينا نقول النساء والفتيات. وهي الفكرة انه احنا في عنا كتير قدرات وملهمات من النساء، ونتبادل الخبرات جزء كتير مهم، وكمان نحكي للنساء والفتيات انه قادرات والفرص موجودة. نادي دارت هو نادي طلابي يعنى بنشر ريادة الأعمال في جامعة أميرة سمية. اليوم احنا جايين عشان نسلط الضوء على رياديات الأعمال في الأردن وعن النجاح اللي قدروا يعملوه والازدهار اللي قدروا يشاركوا فيه في الاقتصاد الأردني. ويتضمن المؤتمر مجموعة من النشاطات لنخبة كبيرة من رائدات أردنيات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى ورشات عمل متنوعة مع مدربين وخبراء في مجال الريادة. محمد الزبن، الحقيقة الدولية.